مدينة عنابة الجميلة بدعوة كريمة من المعرض الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا، وأشكر السلطات الجهوية لولاية عنابة والسيد الوالي شخصيا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولي إلى هذه المدينة الجميلة. نحن تم اختيارنا لأن نكون ضيف شرف للطبعة الثانية لهذا الصالون الدولي، وطبعا هذا الصالون يعتبر تظاهرة اقتصادية هامة شهدت هذه السنة حضور كبير من عدد من سفراء الدول الإفريقية المحيطة بالجزائر، وهو ما يعكس اهتمام الإخوة الأفارقة بهذا الصالون الدولي الكبير. طبعا الغرض من المشاركة هو تبادل الخبرات والاطلاع على فرص الاستثمار الممكنة المتاحة بين البلدان الإفريقية في المجال الفلاحي وفي مجال التكنولوجيا الفلاحة بشكل خاص. نحن جميعا تواجه شعوبنا تحديات كبيرة في مجال الزراعة، ونسعى من خلال التعاون لرفع هذه التحديات وتحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا إن شاء الله في أسرع وقت ممكن. طبعا انبهرنا بمستوى المشاركة الكبيرة من الفاعلين الاقتصاديين والشركات الاقتصادية الجزائرية في هذا المعرض. المشاركة الجزائرية كانت متنوعة وشملت جميع الميادين